العيل اكبر واحد في العيل اللي بيناقش يعني اللي بيناقش جروب دياري صار له سنتين تأسس. النشاطات اللي عم يقوم فيها جروب دياري خلال هالسنتين هو جمع مبالغ مالية من المتبرعين والمشتركين بالجروب. بس هالمرة هون جروب دياري قام بمشروع مختلف، هن تبرعات تشمل ألبسة مع منظفات مع معقمات مع مستلزمات الأطفال والصغار. طبعا هون المشروع بالاشتراك مع اللي هو المشروع لمنظمة ألمانية، منظمة فيا باكن إن وجروب دياري. نحن يعني على مدار شي 10 أيام قمنا بعملية الفرز، واليوم نحن هلا بالمخيم عم نقوم بعملية التوزيع. هاي 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 هاي